هذه القاعدة الأساسية مالتنا اللي كنا نشتغل بيها اللي هي الورك بنش إذا تتذكروها. شوف لأن احنا جاي نشتغل وين؟ بالجيومتري. فممكن يكون الجيومتري مالتنا شنو؟ كمل هسه احنا كبرنامج ما يعرف انت لوين واصل بالجيومتري او شنو نوع الجيومتري اللي تريد تقول ايه حد هنا انتهت. فاللي قدام هذا الجيومتري عليها علامة صح بالأخضر معناها الجيومتري كمل. هاي الجيومتري محتاجة ريفرش حتى تحولها إلى قائمة المش، وبعد هاي العمليات كلها ما كاملة. بس انتبه انه هذا الوضع مالتهن، يعني ما عندنا غير 5 ايقونات هنا وعندنا هذني اللي بيهن لينك. هسه هذه القاعدة اللي كنا نشتغل بيها، هذه الواجهة اللي كنا نشتغل بيها، وقلنا كل واحد من هاي الدايمنشنز اذا تشوفونه امامه مربع فارغ. هذا مربع الفارغ بالحقيقه، هذا مربع الفارغ لانه الموضوع معقد شباب. الموضوع مو موضوع رسم فقط، الموضوع انه انت ترسم وتحلل وتخلي باوندري كونديشنز وتطلع ريزلت. فالموضوع مو سهل، لذلك اي تغيير تؤدي وراء سلسله تغييرات. يعني مثلا انت تسوي تحليل الى خلينا نقول اي بار مثلا الطول مالته متر، 1 متر، في لحظة عجبك تغير الطول مالته تسوي مترين، ماشي؟ بالتالي كل العمليات اللي بعد تغيرت، القوة تغيرت واللينكس تغيرت، كل شيء تغير. يعني هذا التغيير من متر إلى مترين مو مثل الأوتوكاد رسم وانتهى، لا، رسم يجرك إلى سلسلة من التغييرات. لابد انه هاي السلسله من التغييرات تنتج بالنهايه تطلع ريزلتس، تطلع في الناتج حل. لذلك الموضوع مو سهل. لذلك شو مخليك امام كل دايمنشن تخليه مربع. المربع هذا مجرد كليك عليه، كليك تظهر عندك قائمه كرييت نيو ديزاين باراميتر. هذا ايش صار؟ صار ديزاين باراميتر. هذا باراميتر ممكن انت تستخدمه كديزاين باراميتر بحيث في كل لحظه تغيره. يمتى تستخدم هيجي اشياء؟ عموما لو كان عندنا مثلا شيء مبني وجاهز، يعني انا جاي ارسم ماكينه مبنيه وجاهزه، مو تصميم. اكو فرق ما بين التصميم وفرق ما بين الشيء اللي موجود جاهز وانا جاي اسوي له تحليل، اريد اعرف العمليات اللي تصير عليه. يعني انا اعرف مثلا هذا التيبل اللي امامي هو مثلا 3 متر باي 1 متر كمثال، واريد اعرف التحليلات اللي تصير عليها. ما ممكن في اي لحظه انه هذا التيبل يكون مترين، هو 3 متر، انا اعرف هذا ثابت. لذلك ما يحتاج انه اخلي الدايمنشنز مالته ديزاين باراميتر. يعني هو انا اعرف هذه دائما 3 متر. لكنه انا لو جاي اصمم تصميم تيبلز اريد اتحمل مثلا فد 1 طن لود، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي اللود ثابت، انا عارفه 1 طن مو؟ لكنه الدايمنشنز بعدني انا جاي اصمم مو ثابت. زين اذا مو ثابت ممكن اخليه مترين ومتى يعجبني توزيع الاحمال؟ ممكن اسوي مترين ونص، ممكن اسوي 3 امتار. لذلك العمليه ممكن انه هذا الدايمنشن شنو؟ ممكن يتغير. تغيير الدايمنشنز هذا راح يقودني مثل ما قلنا الى سلسله من العمليات. سلسله العمليات هذه اذا ارجع اعيدها واحده واحده ما نخلص، الموضوع معقد مو؟ لذلك شو يسوي؟ يعطيك امكانيه، البرنامج يعطيك امكانيه انه اي دايمنشن او اي شيء، يعني حتى وان كان لود، مثلا مرات عندك هذا الدايمنشن ثابت لكنه اللود ما تعرفه، اللود ممكن يكون متغير، ماشي؟ ممكن الاوتسايد انفايرمنتال ممكن متغير. يعني شنو اللي انت كمدخل دخله بالبرنامج ممكن تسوي ديزاين باراميتر، لكنه الموضوع مو عشوائي. انت مثلا بايب ثابت،
باي ثابت، وتريد تعرف مثلا السرعة اللي تصير به أو طريقة حركة جريان السائل داخله بتغير السرعة، فتدخل الدايمنشنز كلها ثابتة مالت البايب، وش تبدي؟ تبدي تغير بسرعة الإنلت إلى أن توصل الشيء اللي تشوفه صحيح. أو بالعكس مثلا أنت الجريان ثابت عندك وتريد تشوف يا دايمنشن يا بايب يعطيك الوضع المناسب. لذلك أي واحد بيهم ممكن يسوي ديزاين باراميتر، والديزاين باراميتر شوف هسه مباشرة هو شنطاك هنا النيم مالته شنطاك قال لك هذا الديزاين باراميتر هو H2 اللي هو هذا اللي هو واقع ضمن شنو؟ ضمن البلين ZX. طبعا هذا الكلام ممكن لو كان الحكي بعد بدايات ممكن تخليه على رأيك، لكنه بالتعقيد لا، لازم انت تعرف هذا الH ايش راح يمثل لك بالرسم مالتك. مثلا خلينا نعتبر نقول هذا التيبل مثلا length، هذا التيبل لينك صار ديزاين باراميتر. ايش ظهر امامه اذا تلاحظون داخل المربع؟ حرف دي وضح لنا انه هذا ديزاين باراميتر. شوف هنا شنو اللي تغير، انضاف ايقونه جديده انه انا هنا عندي شنو؟ ديزاين باراميتر. ولاحظ السهم مالته من الباراميتر سيت وين متجه؟ باتجاه الفلويد سي اف اكس. هذا نوع من انواع اللينك، يعني مثل هذا ايضا لينك ثاني. شوف ديزاين باراميتر لو اجي اضغط عليه دبل كليك ظهر عندي الاوتلاين اوف اول باراميترز. ايش عندي هسه من ديزاين باراميترز؟ عندي اكو هذا البي 1 اللي هو التيبل لينك اسمه، الفاليو مالته 10 لان هو اصلا موجود جيت شارت، هذا 10 ماشي. الوحدات مالته سنتيمتر، وهذا الديزاين بوينت مالته، هاي التفاصيل مالته. هسه هنا بهذا الحكي انا برا ما اكمل حل، كملت حل وشفت النتائج ما عجبتني، ايش ارجع اسوي؟ ارجع هنا اغير، من هنا اغير بعد ما ارجع للبرنامج مالتي، البرنامج مالتي انتهت، اللودز مالته صحيحه وكل شيء صحيح دي، والمش مالته صحيحه، ارجع هنا اغير. هاي السلسله مال التغييرات راح تقودني وين؟ الى سلسله تغييرات في كل الورك بنش، من البداية من الديزاين جيومتري إلى أن توصلني للريزلتس وتطلع لي نتيجة جديدة. وأنا راح أقارن هاي النتيجة مالتي الجديدة زينة لو مو زينة، مناسبة لو مو مناسبة، وهكذا. لذلك لازم تعرفون تختارون وين تخلون الديزاين باراميتر بالضبط. مجرد نغلقهم نرجع للبرنامج الأصلي مالتنا. هسه لو نجي على غير بلين، هذا بلين اكس واي، ونقول له سكيتش جديد، وظهر لنا هذا سكيتش امامكم. شوف هسه هذا المستطيل اللي رسمناه، لانه احنا مشتغلين مباشرة جريد وسناب، مباشرة الاطوال مالته انا اعرفها، انا عندي السناب من السيتنج الجريد شقد مشتغلها 10 سنتيمتر، وعندي يعني الجريد المين هي 10، وما بيناتهم عندي ستيبس 2. لذلك هذا هسه ماخذ 2 مين جريدز اللي تشوفونه، اذا الطول مالته
20 والأرض 10، ما احتاجيت انه اروح اسوي دايمنشن او ادخل تفاصيل اخرى. هذا مباشرة ممكن احوله الى سوليد، مباشرة اقدر احوله الى سوليد. طبعا لاحظ هنا السكتش اللي تضغط عليه، السكتش اللي تضغط عليه راح تظهر رسومات مالته باللون الاصفر، توضح لك انه هاي الرسومات هي بهذا السكتش. يعني مثلا هسه لو عندنا سكتش ثاني، سكتش 4، واجي ارسم بيه مثلا، خلينا نرسم بيه سيركل، هاي سيركل. هسه صار عندنا بالاكس واي بلين، بالاكس واي بلين سكتش 2 وسكتش 4. انتبه للسكتش اللي اي سكتش ترسمه راح يظهر بالترتيب، بالترتيب سكتش 1 سكتش 2 سكتش 3 سكتش 4. من تلغي سكتش 1، من تلغي سكتش 1 ما يرجع سكتش 2 يصير سكتش 1، انتهت سكتش 1 اللغة اللغة، باقي سكتش 2 هو سكتش 2. وانتبه انه كل شيء بالترتيب، بالانسس كل شيء بالترتيب. بعدين بتجري عمليات، تجري عمليات مثلا خاضعة للسكتش 1، تجري اي عمليه خاضعة للسكتش 1، يعني اكسترود او اي شيء معتمده على السكتش 1 واديتها، رجعت تعجبك تسوي مثلا، وبعدين على هذا الرسم ايضا كمل التفاصيل، رجعت عجبك تسوي تغيير بالسكتش، تسوي تغيير بالسكتش، انتهت كملت التغيير بالسكتش، راح يتغير على اساس الاكسترود مثلا او اي شيء. العمليات اللي وراها هذه تقول لك انا صايره، هاي العملية بالضبط صايرة وين؟ بعد السكتش 1. من ترجع تسوي سكتش 1 من جديد يعني يصير عدم ترتيب بالموضوع، يتطلب من العملية مرات، يتطلب هاي العملية تلغيها، تلغيها وترجع تعيدها تسويها مرة ثانية من جديد. ليش؟ لأنه هي ترتيبها بعد السكتش 1. بنسوي أي موديفاي على السكتش 1 ما تاخذه، يعني انت سويت العملية وبعدين سويت الموديفاي على سكتش 1 صار كأنه بالعكس، يعني ممكن تواجهون هيك عمليات. المهم هسه واضح عندنا هنا انه هذا بالزد اكس بلين عندنا سكتش 2 وسكتش 4. هسه هنا اذا تشوفون ما نميز بيناتهم منو بيهم بسكتش 1 ومنو بيهم، منو بيهم سكتش 2 ومنو بسكتش 4. مجرد نضغط على سكتش 2 عرفنا، عرفنا الاجزاء اللي مرسومه هي وين، اللي صارت باللون الاصفر هي مرسومه بالسكتش 2، واذا نضغط على سكتش 4 راح نعرف انه هاي الدائره هي فقط اللي مرسومه بالسكتش 4. خلينا نرجع لسكتش 3 اللي هو هذا امامكم. طبعا هذا ممكن نجري عليه عده عمليات، ممكن العمليات تكون اكسترود، ممكن يعني عموما هاي العمليات الاساسيه الاكثر استخداما او اكثر شيوعا، لذلك هو مخليها امامك مباشره، ما يحتاج تروح لل يعني هنا وتطلعهم، هي موجودات، هي بالليست بقوائم كرييت موجوده شفنا نفسها، لكن هو تلقائيا مخليها هنا لكثر استخدامها. وايضا اذا تلاحظ هنا الفلترز موجوده امامك مباشره، الفلترز هذا الاول اللي هو الاختيار يعني سلكشن فلترز فور بوديز، وهذا فور فيسز، وهذا فور ايدج او لاينز، وهذا فور بوينتس، هذول مباشره امامك موجودات. هسه نرجع على هذا سكتش 3 ونجري له اول عمليه اللي هي اكسترود. اكسترود لاحظ مباشره هو امتد وكل الديتيلز صارت امامك هنا، هاي الديتيلز اللي تشوفوها امامكم. خلينا نجي بيهم بالسرعه. اولا هذا اكسترود 1، هذه اول عمليه اكسترود جاي نسويها هنا، ماشي. الجيومتري شنو هو؟ سكتش 3 هذا 3 تغيره، ممكن تغيره، ممكن تروح على سكتش 2 تقول له لا اريد هذا الاكسترود يكون على سكتش 2 او على سكتش 4، لكن احنا جاي نشتغل على سكتش 3. ابلاي اوكي نفس سكتش 3.
الاوبريشن عندنا هسه حاليا عندنا بس تو اوبريشن اذا تشوفون اد فروزن واد ماتيريالز. من نتطور راح نشوف هذه العمليات راح تكون الاوبريشنز 5 اوبريشنز في وقت راح نشرحها، لكنه هسه لانه هذا اول اكسترود عندنا بس تو اوبريشن، الاولى اد ماتيريال اد فروزن واد ماتيريال. حتى نفتهم تلقائيا الانسز عندما تكون اد ماتيريالز تلقائيا الشكل اللي تسويه وين ما يتقاطع ويا اي جسم راح يصير جسم واحد، حتى تعرف الفرق بيناتهم. يعني مثلا انا عندي فد كيوب هذا بي ماتيريال، وجيت سويت مثلا فد بار، سويت الاكسترود، صادف انه هذا البار اتقاطع وياه من ويا الكيوب، وايضا هذا البار انا مسوي له اوبريشن شنو؟ اد ماتيريالز مباشرة، مجرد ينطخ بيه راح يصير شنو؟ جسم واحد. حتى اتجنب هاي العملية شو اسوي؟ اسوي له اد فروزن حتى اخلي كل جسم بيهم مفصول وحدة، اسوي هذا اد فروزن، بالتالي راح يكونون جسمين مختلفات. المهم هاي يعني بالعمل راح تشوفوا الفرق مالتها. فراح اخليها اد ماتيريالز دايركشن اتجاه الفكتور مال الامتداد. هسه احنا جاي نرسم وين؟ بيا بلين، هذا سكتش 3 اي بالبلين اكس واي دايركشن. شو تريده؟ نورمال يعني عمودي عليه، لو مو عمودي لو اتجاه باث عمودي. زين الفكتور هذا هسه اتجاهه لهذا الفكتور العمودي اتجاهه وين تريده؟ اذا نورمال هو بيمن؟ هو باتجاه الموجب. النورمال يعني اعتيادي باتجاه من؟ اتجاه الموجب. يا موجب يعني زد. احنا جاي نرسم بالاكس واي، فاكيد الامتداد العمودي عليه بيا اتجاه باتجاه الزد. فاذا قلنا نورمال راح يكون باتجاه الزد الموجب. اذا قلنا ريفيرس باتجاه الزد السالب، لاحظ انعكس انعكس الامتداد مالته. زين اذا قلنا بوث سيمتريك راح يكون بالاتجاهين، باتجاه الموجب وباتجاه السالب، وسيمتريك يعني متناظر. يعني قد تنطي امتداد باتجاه الموجب هو نفس الامتداد باتجاه السالب. لاحظ هذا الامتداد صار نفس الاتجاه الموجب نفس الاتجاه السالب. هنا تنتبه بالنورمال، مثلا بالنورمال انا من انطي الثيكنس 10 او الاكسترود 10 راح يكون ايش قد الزيت اتجاه الزيت 10، من انطي بالريفرس 10 ايضا راح تكون 10، لكن من انطي بالسيمتريك 10 ايش راح تصير؟ راح تصير 20 سيمتريك. يعني جاي اقول له امتداديين متناظرين بالاتجاهين اثنينهم، فمن اقول له 10 راح ياخذ لي 10 باتجاه الموجب و10 باتجاه السالب، بالتالي طول كل شيء راح يصير 20. او ممكن تنطي بوث سايدز بس اسيمتريك، يعني انا اريد تمتد بالاتجاهين لكنه مو 10 بكل الاتجاهين او مو 20 بكل الاتجاهين، ممكن اريده باتجاه البلس 10 واتجاه الماينس 20 وهكذا. فعندك يعني الدايركشن بي 4 اوبشنز اللي تشوفون امامكم. بس خلينا نقول بوت اسيمتريك راح يكون اكستند تايب باتجاه شنو؟ باتجاه 20، خلينا نطيب الاتجاه الاخر 10. شوف صار اتجاه الاكس 20 وباتجاه يعني باتجاه عفوا باتجاه البلس زت 20 وباتجاه البلس الماينس زت 10. هسه نوع الاكستند فيكس دابت الديب، يعني الامتداد تريده سوليد
لو ثين سيرفيس يعني هذا من يمتد اذا داخل مالته سوليد لو ثين سيرفيس خلينا نخليه سوليد وبعدين الميستور تيبولوجي هاي بعدين تخص غير الموضوع. المهم هسه هذه العمليات مالته لحد هنا أنا كل شيء جهز كل شيء جهز، لكنه حتى يتكون رسم لابد ان اضغط جنريت. اقول له اوكي كل شيء كمل كون لي هذا الشكل جنريت، تكون هذا الشكل اللي تشوفوه امامكم واضح. هسه صار عندنا بالبارت صار عندنا 1 بارت 1 بودي سوليد هذه وتفاصيله ممكن تشوف التفاصيل مالته امامكم مباشره. البودي هذا هو سوليد، الفوليوم مالته 6000 سنتيمتر مكعب، السيرفس اريا مالته 2200 سنتيمتر مربع ب 12 اتش وب 8 فيرتيسز ونوعه سوليد والشيل توبولوجي مالته اوتوماتيك ومشتغلينه بالديزاين موديلر. مفهوم؟ حد هنا مفهوم؟ حد هنا مفهوم؟ زين هسه لو نرجع على نفس الاكسترود ماشي 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 والله وياكم. هسه لو نرجع على نفس الاكسترود شباب هسه هذا الجسم امامكم احنا يعني حقيقه حتى تكون الصوره واضحه. انا اذا اشرح ديزاين موديلر بتفاصيله الكامله مثل الاوتوكاد معناها ما اخلص السنه. حتى نكون واضحين. اي السنه الجايه اذا الله خلاكم طيبين تصيرون صف رابع كل مشاريعكم بالانسز. هاي كتبكم كلها راح تعرفوها راح ترجعون تسوون مشاريع بالانسز. فما اقدر ابقى بالديزاين موديلر. يعني هم يلا اخلص اليوم لازم اخلص كل الديزاين موديلر. لذلك كل شيء ماخذه بالاوتوكاد ما راح اكون بتفاصيله. لانه يعني انا بالاوتوكاد ما قصرت وياكم. كل شيء ذكرته بادق التفاصيل. فشويه خلوها اسكم يمي اليوم خلينا نعدي سلامات. هسه لو ارجع على الاكسترود نفسه شباب لو ارجع على الاكسترود نفسه هاي تفاصيله تكون الشكل ما عجبني الشكل ممكن نفسه كليك ايمن عليه واقول اديت سلكشن. الاديت ممكن اغير اي شيء اريد اغيره اغيره. هسه هذه ال 20 اسويها 40 ماشي. السيرفس شويه باكمين مع السيرفس بدل ما اسوي سوليد ممكن اسوي ثين سيرفس. يس من قلت يس دخل عندي تفاصيل اخرى تفاصيل اخرى. انا اريد ثين سيرفس. الثين سيرفس شو تريده؟ البعد هو عنده 20 ب 10 صح؟ تريده ثين سيرفس يا اما تعطيه ثكنس للداخل يا اما تعطيه شنو؟ ثكنس للخارج. ال 20 هي دائما وحده من الحافات. اذا تعطيه ثكنس للداخل وثكنس للخارج راحت ال 20 صح؟ باكم يمي؟ الاطار الخارجي دائما هو هذا اللي بعطيه عليه هو 20 ب 10. اذا اعطي اوتورد ثكنس هذه ثابته وراح يدي يعطيني ثكنس وين اللي برا. واذا اعطي انورد هذه ثابته راح يعطيني ثكنس وين؟ للداخل. يمتى تلغي هذه؟ اذا اعطيت ثكنس يم. واحد للداخل واحد للخارج هذا راح تكون ما موجوده. زين. هسه هو شوف باي ديفولت 1 سنتيمتر انورد. انورد للداخل. والاوتورد زيرو. خلينا نقول له اوكي جنريت. شوف اللي يتكون. انتبه هذا بقى بالاوتورد موجود ال 20. الثكنس وين صار؟ للداخل. هسه لو اجي اغير ايضا اديت سلكشن بدل ما للداخل راح اخلي هذا صفر واخلي للخارج واحد. هسه هذا الداخلي هذا الداخلي هو ال 20 مالته اللي هو 20 ب 10 وخارجه صار اكو ثكنس. لذلك هاي العمليه شوفها مباشره احنا نرسمها دائما كل البايبات نرسمها بهالطريقه باي ديكت عمليه واحده
حلت لي الموضوع كله. يعني هسه هذا دكت ايدك مع التمديد يسميها الطريقه هاي. كل تفاصيله ترسم بهالشكل. ممكن تطلع زين للداخل والخارج. لاحظ هسه انطينا واحد للخارج واحد للداخل، صار لنا هذا الشكل اللي تشوفوه امامكم. ولو نغير الاد ماتيريالز نسويها اد فروزن تحول الى هذا الشكل اللي امامكم. واضح شباب؟